السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى أهله وصحبه وسلم. ازيكم يا أحلى متابعين في الدنيا؟ النهاردة هعمل معاكم بقى كيكة سهلة وسريعة جدا، كيكة بصوص الشوكولاتة سهلة جدا. معانا كوبايتين دقيق، ومعايا كوباية إلا ربع زيت، معايا كوباية سكر، معايا كوباية لبن، معايا بيضتين، معايا 4 معالق كاكاو، ومعايا فانيليا، ومعايا محسن كيك أو بيكنج باودر. بصوا يا حبايب قلبي، هنعمل كل حاجة في الخلاط. أول حاجة هنحط معانا السكر، هنحط اللبن طبعا عشان اللي ما عندوش مضرب هيعمل كل حاجة، ومعايا الزيت، ومعايا الكاكاو. مفيش أسهل من كده، كل حاجة هنضربها في الخلاط اهو. طبعا أنا فاضل معايا هنا البيض، معايا هنا بس هنحط ايه، فانيليا. هضرب بقى ده كله معاكم في الخلاط وارجع لكم تاني. اول حاجه يا حبايبي، بسم الله، انا هنا ناقصت يعني ايه، معايا هنا ده ناقصته اهو على جنب اهو. بصوا انا يعني ناقصت حوالي كوبايه الا ربع كده، شايفين الصوص تقيل جدا ازاي ما شاء الله يعني. ايه بعد كده حبايبي بقى، بعد ما نقصت كوباية من هنا، انا عندي هفت التلاجة، هنعمل ايه بقى؟ طبعا معانا هنا الخلاط اهو، بسم الله. هنجيب هنا بقى البيضتين طبعا في الخلاط، كله كده انا عاملاه في الخلاط اهو، تمام. طبعا لازم يكون البيض بتاعك ايه، عارفة ان هو حلو يعني تختبريه. انا عارفة البيض بتاعي لسه صابح اهو. معايا كمان يا حبايب قلبي معلقه خل صغيره قوي، بسم الله، هنضربهم بقى كده مع بعضه في الخلاط وارجع لكم تاني. هنا يا حبايب قلبي ضربته في الخلاط وحطيت عليه كمان باكو فانيليا طبعا عشان البيض، انا بحط باكو الصغير ده. لو عندك فانيليا سايبه بتحطي طبعا معلقه صغيره. بعد ما ضربت ده بقى هنخليه على جنب كده. طبعا الدقيق لازم انخله، انا يمكن بقصد اللي انا انخله قدامكم عشان اهم حاجة نخلي الدقيق. انا طبعا جايبة المنخل الصغنن الجميل ده عشان الكيكات كده، انا نخلتها. بصوا حبايبي انا هنا نخلت الكوبايتين دي اهو، هنحط عليهم ايه بقى. انا هنا بحب اجيب محسن الكيك ده، او لو ما عندكيش ده بتحط بيكنج باودر، بسم الله. انا بحط بقى كده على كوبايتين دقيق. طبعا انا مولعه الفرن من ساعه ما ايه ما اشتغلت عشان الفرن يبقى سخن يعني، هقلبه كويس كده. طبعا انا معايا هنا بقى اللي انا ضربته في الخلاط اهو، بسم الله. احنا لسه الكوبايه التانية عندنا في الثلاجه. تطلع مظبوطه يعني، هقلبها بقى معاكم كده. واهم حاجه اللي انت تضمني ان مفيش دقيق، ان الدقيق مش باين منها يعني، بسم الله بقى كويس كده. واهم حاجه تضمني ان الدقيق الدقيق مش موجود فيها. هضربها بقى معاكم، اكمل ضربها معاكم كده، هقلبها وارجع لكم تاني. بصوا حبايبي انا حسيت هنا ان الصوص تقيل قوي، زودتها نص كوبايه لبن. طبعا اللي ما عندهاش مضرب بتضرب بايديها عادي او بايه بمضرب عادي. مش عايزه اقول لكم يعني طعمها، بسم الله ما شاء الله، في الشوكولاته رهيب. بعد كده حبايبي بقى انا جبت صينيه ده انتهى زيت ودقيق زي ما انتم شايفين كده، نقول بسم الله. طبعا هنفضيها كلها بقى مش هنسيب حاجة، بسم الله كده. بعد ما فضيتها معاها
بص بقى يا حبايب قلبي، انا دلوقتي بعد ما فردتها في الصينيه وحطيتها اهي ومولعه الفرن، هحطها بقى في الفرن وهرجع لكم تاني وهنشوف هنعمل ايه. بص يا حبايبي، على مال ما تطلع من الفرن معايا هنا ده ربع كيلو كريم شانتيه، او مثلا ايه هنقول نص كوبايه، معايا هنا كوبايه لبن ساقع، طبعا هنحط نصها الاول. وعلى فكره لو ما فيش لبن بتحطي ميه عادي، بس المية تكون متلجة. مية هنا نص كوباية سكر. هنعمل ايه بقى يا حبيب قلبي؟ بسم الله. طبعا نحط نص كوباية الأول عشان عايزاها تبقى تقيلة. شايفين يا حبيبي شكلها؟ شايفين بعد ما خلصت هاخدها بقى كده هنا في التلاجة. نعمل ايه بعد كده؟ اهي بصوا حبايبي، اللي انا عملته في الاول بعمله تاني اهو، يعني زي ما عملت الكيكة الاولانية عملت واحدة زيها بالظبط لما التانية ما تستوي. ارجع هدفع عليها بقى، هقفل عليها بقى. شوف هنعمل ايه. بصوا حبيب قلبي، دي اللي هي خلصت اهي، شايفين ما شاء الله هي قعدت معايا بالظبط 10 دقايق، لان انا كنت مولعه الفرن قبليها ما خدتش وقت خالص اهي. هعمل بقى واحده زيها بالظبط، طبعا انا عملت واحده زي دي بالظبط وهرجع لكم تاني. بصوا حبايبي، انا هنا قلبتها، انا هنا قلبتها مستنيه اهي عشان اعمل التانية زيها بالظبط. بسم الله. طبعا هي سخنه، المفروض اصبر عليها شويه. بصوا حبايبي، انا عملت هنا واحده وعملت التانيه زي ما عملت الاولانيه، عملت التانيه بالظبط، وديت معايا اهي، احطها بقى في الفرن وارجع لكم تاني. بصوا حبايبي، انا هنا حطيت الكريم شانتيه اهو، توصي كده ما تبقيش بخيله. طبعا انا عملت التانيه طلعت من الفرن، يعني بدل ما تعملي واحده وتقطعيها، لا انا عملت اتنين. نعمل كده. نشوف التانية بقى. بصوا حبايبي، دي الكيكة التانية اهي، اسيبها بقى تبرد وبعدين ايه نشوف هنعمل ايه. ايه بصوا حبايبي بقى، بعد ما سيبنا دي نحط بقى دي على دي، هنفضي بقى دي على التانية دي كده. كده قلبتها يا حبايبي، وطبعا الكوباية اللي انا كنت حايشاها بقى ايه حطيتها عليها اهي، طبعا اللي هو صوص الشوكولاته ده نقلب عليها كده. كده حبايبي بقى، بعد ما حطينا صوص الشوكولاته بقى ايه، ست الشطرة طبعا ايه بتعمل كل حاجه كده زي هي زي ما تحبي. وده الشكل النهائي يا حبايبي بعد ما عملته، ايه رايكم؟ يا رب تعجبكم. بصوا احنا بقى هنا في الثلاجه شويه تاني على ما نقطعها بقى معاكم كده، بس ايه رايكم في الفيديو ده؟ هسيبها بقى هنا معاكم في الثلاجه وارجع لكم تاني نقطعها مع بعض. وده يا حبايب قلبي الشكل النهائي بتاعنا، اقطعها بقى معاكم كده واوريها لكم. بسم الله. عايزه اقول لكم شكلها ما شاء الله تحفه تحفه، يعني بصوا حبايب قلبي ده الشكل النهائي اهو، اقطعها بقى معاكم. بسم الله. الله الجمال. شايفين يا حبايبي الجمال ما شاء الله؟ ايه رايكم بقى؟
شايفين حلاوة؟ بسم الله ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله. شايفين يا حبايبي الحلاوة والجمال؟ بسم الله ما شاء الله. شايفين هشة ازاي؟ وده يا حبايب قلبي كان الفيديو بتاعنا النهاردة، ويا رب الفيديو عجبكم، ولو عجبكم الفيديو ما تنسونيش في لايك وشير وسبسكرايب للقناة. شكرا ليكم يا أحلى متابعين في الدنيا.